جعلنا في حاجات عند الله وحاجات الحاضرين والحاضرات والناظرين والناظرات والسامعين والسامعات من حوائج الدنيا والآخرة، حاجات الدنيا بالميسرة وحاجات الآخرة بالمغفرة. اللهم شافع فينا بجاه عندك، اللهم شافع فينا بجاه عندك، اللهم شافع فينا بجاه عندك. ببلد الاعتراف من الحبيب علي بن محمد الحفشي رضي الله عنه بسيره واسراره.